في حاجة تانية؟ هاتي لي واحدة، هاتي واحدة. يلا دلوقتي هنخش الاستراحة ايه مع بعض. يلا بينا. احنا جينا المزرعة هنا قبل كده بس كان الدكتور ما كانش موجود، كانش موجود هنا. يا مروان ده الغروب اهوت، وده ارض الدكتور يحيى. طبعا حنبات، وبكره الصبح باذن الله نبدا الجوله بتاعتنا، بس النهارده بقى حنبات نريح شويه من المشوار. دكتور يحيى كان بيقول لنا، بيحكي لنا ذكرياته يعني زمان، كان بيقول ان هو كان هنا كان عنده كلب مش بلدي، كلب سلاله يا دكتور صح؟ وبعدين اتخلى عن الكلب السلاله وبدا يربي الكلاب البلديه، لان لقى فعلا ان الكلب البلدي هو اقوى في الحراسه من الكلاب السلاله. ده الدركس بتاعكم انتوا بقى. ولا ومؤدب زي ريكس وجدع وبيعمل نفس الحركات، نفس التفكير هو هو. يا سلام قاعد مؤدب اهو. يا ريكس ضخم، ريكس اضخم منه، ريكس تقريبا قده مرتين. مش التغذية بس، لا ريكس طويل، ريكس لا طويل. ريكس سلالة اطول من ريكس، ده اعلى في طول الرجل اطول. بس هو ريكس سلاله مختلف عن ده خالص، ده سلاله مختلف عن ده، ريكس من راسه سلاله وده سلاله اطول من كده، حس رقبه ريكس اطول من كده. وزي كل يوم صحيت الفجر زي ما انا متعود، صباح الخير على كل متابعين القناه. دي المزرعه الفجر او بعد الفجر بحاجه بسيطه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب. ودي الشمس، لحظة شروق الشمس. احنا صحينا بدري قبل الشمس حتى ما تطلع عشان نستمتع بالمنظر الجميل اللي هنا ده. بسم الله ما شاء الله، المكان رائع. احنا طبعا بنحب المكان اللي فيه خضرة والمكان اللي فيه الطبيعة اللي محدش يعني عايز اقول مش ملوثها بالضوضاء ولا الدوشة. المكان هنا هادي جدا وجميل، وتقريبا اول يوم في حياتي انام ما اسمعش صوت دوشة ولا ضوضاء، لان احنا عايشين في مدينة. هنا بقى المكان ده جميل وهادي ورائع. في كلب هناك اهوت، عيني راحت له ده عشان ريكس وحشني، بس هو شبه ريكس الكلب ده. بسم الله ما شاء الله المكان، بسم الله ما شاء الله جميل جميل طبعا جميل. من اهم المعلومات اللي دكتور يحيى قالها لي بالخاصه بالمزرعه هنا، ان هو بيستخدم المكافحه الحيويه الطبيعيه، وبيستخدم التسميد الطبيعي تماما بدون اي مخصبات كيميائيه، وبيستخدم المكافحه الحيويه، مفيش اي مبيد حشري بيترش هنا في المزرعه نهائي. احنا هنا في المزرعه الهواء نقي جدا، الجو في منتهى الجمال والروعه، زي ما انتم شايفين ادانا نتيجه ممتازه. عندنا هنا البرسيم الحجازي، نباتات رائعه ما شاء الله ما شاء الله عليه. حتى الاشجار، حتى اشجار التوت زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله ممتازه جدا. طبعا الدكتور يحيى بيقول لي دايما ان تواجد نباتين مختلفين مع بعض بيؤدي الى نمو نشط للنباتين مع بعض. هناك في تواصل ما بين جذور هذه النباتات، وفي تعاون ما بين جذور هذه النباتات داخل سطح التربه. باذن الله نعرف معلومات اكتر عن الموضوع ده. يعني عاوز اقول ان وجود اشجار التوت اكيد بيدي تاثير ايجابي جدا لنمو النباتات هنا، وجود البرسيم الحجازي مع نباتات اخرى ايضا يدي تاثير ايجابي لنمو النباتات. ده باذن الله هنعرفه مع الدكتور بالتفصيل، وهنعرفه كمان تجربته الرائده في زراعه الحقول المفتوحه وتخصيب التربه بدون اي مواد كيميائيه باستخدام نباتات طبيعيه. ويلا بينا نتابع الفيديو مع بعض. طبعا احنا لما جينا هنا في الفيديو اللي فات لما زرنا المزرعه استغربنا ايه النبات العجيب ده وليه هو مزروع هنا، احنا اول مره نشوفه هنا في مصر. فالدكتور قال لنا ان هو جاب البذور معاه من امريكا وزرعها هنا عشان النبات ده لما بيتقطع بيعتبر سماد قوي للارض. فالنبته دي تعتبر سماد للارض، لكن انا بصراحه ما اعرفش اسمه ايه، يعني اللي عارف اسمه يكتب لنا في التعليقات. دي شجرة ليمون، بس هو الظاهر ان هي معظمها لسه باللون الاخضر كده، بس دي تتعصر برضو، دي جميلة دي ممتازة. بس انا ملاحظة ان هنا في على الارض واقع ليمون مستوي كتير. بسم الله ما شاء الله، لا جميل ده واقع من الشجرة ده هنا كتير اهوت. هنلمه بقى نشوف
الكميه اللي هنلمها. روق بس تعوري لان هنا شجر الليمون في شوك جامد. احنا يا جماعه بنقول اي حد عنده جنينه ما يزرعش فيها زهور، يزرع شجره ليمون، يزرع اي شجره مثمره يستفاد بيها. في هنا ليمون كتير كمان، بس ايدي مش صايعه تاخد اكتر من كده. جاني هناك عند الليمون بتلم في الليمون. اي احلى شويه ليمون دول بقى، احلى شويه ليمون صبحين ولسه واقعين من على الشجره من شويه. بسم الله. الشمس بدات تطلع خلاص. تعالوا وريهم الموز. برغم ان هنا يعني برضو ما فيش عنايه قد كده بشجر الفاكهه، بس في صباطه موز جميله هنا. لسه الصباطه دي لسه مش مستويه، لسه خضره. لسه خضره. في حد باين قطعها سكينه هنا، حد هنا مقطوعه بسكينه. لسه ما انا عارفه انها لسه، هي لسه خضره اصلا، دي لسه خضره. ما تاكلش، ما اصلحش. ما انا عارفه ما تاكلش، انا قطعت دي عشان بايظه اصلا بطبيعه الحال. بس تصدق ممكن يعني الصباطه ممكن تتقطع وتستوي على كده ولا لا؟ معرفش، ممكن، ما عنديش خبره انا. ممكن تتقطع وتستوي، بتسحب من العود بتاعها. ممكن بس لازم على بعضها. ثانيه واحده كده بقى عشان نشوف الليمون وهو بيقع من على الشجره. ثانيه واحده، يلا هز. طب فرع تاني عشان اهو بيقع. وزي ما وعدتكم احنا قلنا هنقابل مجموعه من الناس اللي المتخصصه في مجال المزارع، ومن ضمن الناس ديت معانا هنا اخونا الغالي محمد محروس. طبعا الدكتور هيكلمنا عنه كتير، وهو متخصص في مجال تسمين العجول. عم محمد، احنا طبعا احنا جينا المزرعه هنا قبل كده وصورنا العجول وهي صغيره، هنزلوا مع بعض دلوقتي نصور العجول باذن الله. انا عاوزك تقول لي تجربتك الشخصيه في تسمين العجول وتركيبه العلف بتاعتك والسلاج، لان انت كلمتنا عن السلاج انا انبهرت بالطريقه بتاعتكم. اتفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السلاج، بتسألتين عن السلاج. السلاج ده عامل اساسي في تربية المواشي عموما، حليب او تسمين، عامل اساسي بالنسبة لنا يعني بديل التبن. بتصنعوه ازاي؟ بنصنعه ازاي؟ هو ذرة بنزرعه عادي زي اي ذرة، بنجيب مكنة تخريط السلاج او شيبر حسب الميكانة الموجودة المتوفرة لدينا. بنعمل السلاج، وبعدين لما بيستوي الذرة بنعمله بنخرطه بالمكن شيبر او مكنة، في يدوي، في نصف آلي، وفي آلي اللي هو الشيبر. بنحطه في المكمورة او بنعمل له بركة بالخرسانة، لكن لو مش متوفر بنشتغل في ارض خصبة تحته صلبة يعني، وبنحط السلاج وبنكمره، بنكبسه باللودر، وبعد كده بنغطيه بمشمع بلاستيك وبنردم عليه تراب، وبعد ما يقلش مثلا عن شهرين 75 يوم بنفتح المكمورة ونشتغل حسب المواشي الموجودة عندنا. بنفتح بناخد قدها كل يوم قد ايه لغاية لما تخلص المكمورة. السلاج بنبدأ بيه مع لو مدخل عجول جاموس لباني ما ببدأش فيه الا بعد 140 كيلو او 130 كيلو، لان السلاج ده بيعتبر بروتين متخمر. بنبدا بعد 140 كيلو نحط سلاج، نبدا مع البهيم من 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو لغايه لما يوصل وزنه 450 500، ما بيتعداش الكلام اكتر من 6 7 كيلو في الوجبه للعجل.
مع العلف وال نحط جزء من التبن والعلف. العلف بيتكون من أجزاء معينة يعني في أعمار البهيم، لأجل هو صغير بيحتاج بروتين عالي 18% على الأقل. لما بعدي 200 كيلو 250 يبدأ يقل 18 ل 16. في عمر 300 بيعدي يخش بقى في التسمين، يبقى العلف 14 ل 14.5 بروتين في المية. ده حسب بتتعمل من المصانع اللي بتعبي العلف، او انت بتجيب علف يدوي، بتجيب ذره وتجيب مكوناتها، الصويا والبذره والعباد والرضه وحته الفول، وتبدا تعمل العلفه حسب المتبع بحسبها بروتين او تحليل البروتين 14.5 16 18. 18 عمر البهيم هو صغير، 16 متوسط عمر البهيم، بننهي بال 14.5 اللي بتزيد كمية الذرة من 450 كيلو في الطن ل 500 على أساس نسبة الدهون والطاقة والحاجات في العلف. طبعا من ضمن الأفكار الجديدة هنا في المزرعة، وإحنا دايما بنقول لكم على الأفكار الجديدة وبنتشارك معكم المعلومات، السقف هنا معمول بطريقة مميزة جدا بحيث إن إحنا نحمي العجول من الشمس المباشرة ومن الأمطار. عم محمد كلمني، السقف أنت عملته إزاي؟ السقف ده طبيعة حديد كامر عادي بحديد بكله على أساس إنه ممكن يركب عليه صاج. إحنا بقى بدلنا الفكرة بتاعتنا بالصاج بالبوص البلدي، مش البوص المصارف، لا بوص بلدي، بوص بلدي بلدي، وبنجدلوه على الكمر وبعدين بنحط عليه قش رز، وبعدين بنعمل بوتن فوق على المجموده ما عدم نجع ميه على في الشتاء على البهاي. وفي الصيف ده بيحجز طاق الشمس، بيحجز الشمس غير الصاج. الصاج بيمتص الحراره ونزلها على البهايم، ده بيمتص الحراره ويرجعها فوق تاني، ما بترجع ما تنزلش على البهايم في طراوه. شغل البلدي بتاع زمان، البنايه بالبنايه بالطوب والبوص اللي كان بيخلي البيت اوفر في السعر. ايوه اوفر في السعر، لكن هو الحديد الصاج بس وكفاءته بالنسبه لنا اعلى. يعني هو كده اوفر في السعر وكفاءه اعلى. وكفاءه اعلى. اه السعر. طيب محمود تجيب لنا بقى سقف من السقف واضح اهو من فوق، قرب لنا الصوره كده. شايفين المشمع ازاي؟ ده المشمع اهو. ماشي ده كلامك لما غير الصوره. ماشي يلا. ده المشمع اهو باين باينه، مشمع مطبق وتمام، وفي تحت من المشمع شويه الجش الرز فوق البوص بيمنعه عدم تسرب الحراره تحت، لان الصاج يمتص الحراره ونزلها على البهايم يعمل درجه حراره اعلى تحت للمواشي كده، بيعمل بيمتص الحراره وفي نفس الوقت رطب. وفي الشتاء مفيش، احنا بعد موسم شتاء هو مفيش ميه ولا تحت المواشي. طبعا عم محمد مهتم جدا بالعجل البني ده، لان بيقول لي ده بلدي صرف، العجل الاحمر. ايوه زي ما انتم شايفين كده، ده بيقول لي ده بلدي صرف. وفي واحد هناك اهو كمان، يعني بيقول كمان ايه، ان تحويل العجل ده بيماثل تحويل العجول الهجين والعجول الاجنبي، وبرغم انه عجل بلدي صافي وبسم الله ما شاء الله عليه. وادي التانى. طيب خد يا عم محمد، يعني انت بتقول لنا دلوقتي ان العجول البلديه ممكن الاستثمار فيها بامان وتكسب. متكسب طبعا. اتفضل اتكلم. طبعا عجل البلدي اللي يقولوا عليه هو اعلى سعر في اللحوم. طيب عجل البلدي ده اعلى سعر، يعني العجل الخليط اللي قدامي ده البلدي ده يعتبر تربيه بلدي. اعلى سعر فيه النهارده، اعلى سعر المستورد فرق بينه وبين كيلو المستورد 15 جنيه في الكيلو. فرق بينه وبين المستورد 15 جنيه. فرق السعر ده نتيجه ايه؟ ان الطعم اللحم نفسه. طعم اللحم اه طبعا طبعا. يا سلام. يعني طبعًا. يعني يعني النهارده احنا بنقوله ان العجول المستورده طعم اللحم مختلف. طعم اللحم مختلف في لحمته لما بيجي اوزانه كبير. لو جبت المستورد وربيته صغير عندي من ال 80 كيلو او ال 100 كيلو وطالع بالنسبه للعلاف بتاعه بلدنا على ايدينا، هيدي طعم اللحمه نفس طعم اللحمه هيديها لده، بس مش هيوصل زي البلدي برضه، لان طعم عجل اللحم البلدي كيلو اللحم البلدي وفي السوق اعلى. النهارده كيلو اللحم البلدي وصل 145 جنيه، المستورد 123. 145 جنيه قايم. قايم اه قايم 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 قايم. مش بوتن. مش بوتن في السخن. في جاموس. اه ده بجيبه لباني و طب تعال كلمه برضه عن الجاموس والفرق بينه التربيه وبين البقر وانه افضل. ماشي. بسم الله ما شاء الله. الاول كده ايه؟ بسم الله ما شاء الله. انه الافضل.
هما الاثنين ما يتخيروش، بس ده في اللحم البقري اللحم ممتاز عن الجاموس، بس كل ناس بتحب واحد ياكل لحم جاموس واحد ياكل لحم بقري. فرق سعر بين الجاموس والبقري النهارده الجاموس مثلا 125، البقري 140 145. ده له نوع انواع معينه في التربيه. دي تربيته تختلف عن الثاني. تربيته تختلف عن الثاني طبعا. تربيته تختلف عن الثاني ازاي؟ ده مفتوم ولا طبيعته ولا في طبيعه العلف؟ لا في طبيعه العلف. طبيعه العلف. طبيعه العلف انت بتبدا طيب مع ده. انت كمربي يا عم محمد بتفضل ايه؟ بتفضل ايه؟ انا بفضل الجاموس. بتفضل الجاموس ليه؟ لاسبابك. اولا انا الشتاء بتحمل الظروف عامل جويه في مصر، تحمله للامراض، تحمله للامراض اكتر من البقر. نسبه التحويل، نسبه التحويل، لا نسبه التحويل مش زي البقر، البقر اعلى من الجاموس. البقر بس البقر اعلى من الجاموس. طيب بالنسبه للعلف، علفه ارخص من علف الجاموس؟ لا لا العلف واحد. العلفه واحده. لا العلفه واحده. العلفه كلها واحد. واحد عندي في ملعب المخزن واحد علفه واحد. طيب الا في بدايه تربيته، بدايه فطمه من الجاموس، من الجاموسه العجل لما بتفطم من الام وتشتري لباني، ده بيتحط له علف اسمه علف لباني لوحده، بيتعمل له نسبه البروتين فيه عاليه جدا عن بدايه تكوين البهاي. ومع ذلك بنحط له بقى مع العلف فول بلدي، فول بلدي مبلول بميه بملح، وبيتحط لعجل الجاموس لغايه لما يوصل ل 120 كيلو زي ما قلت لك كده 120 كيلو. بعد كده ابدا اخلط معاه السلايه. ممتاز. طب يعني انت النهارده بتقول لي ان ده ليه تربيته وده ليه تربيته؟ كل حاجه لها تربيتها، كل حاجه برضه بتحب الاثنين. بتحب الاثنين طبعا. بتحب الاثنين. طب انا هكسب لك كتاجر العجل البقر. عجل البقر اكسب لك. اكسب لان جنيه ذهب. لان مقاومته للامراض اعلى وتحمله اقوى. جنيه ذهب لان برضه نظام السلخانات والحاجات، وفي ناس كتيره ما بتحبش، في بلاد معينه من عندنا محافظات معينه عايزه تحب الجاموس، وفي محافظات ما بتحبش الجاموس قوي بيحب البقر. نسبة تصفية الجاموس البقر أعلى من الجاموس في السلخانة. النهاردة عجل الجاموس مثلا البريمو يصفي 55-57، البقر معاك من 60 وطالع. يكسب معاك لما تذبحه وتبيعه بوتن في السلخانة، بيكسب معاك. يصفي البقر يصفي 60% 62%، الجاموس يصفي 55-56-57، في فرق. ولذلك في فرق في السعر، فرق بين ده وبين ده 15-20 جنيه في الكيلو. قايم انا بتكلم على ايه؟ ما بتكلمش على لحمه لا بوتن ولا، انا بتكلم على ايه؟ ما بتكلمش على كفه ولا بوتن. طبعا انا بشكرك جدا وشرفت ونورت القناه. واكيد طبعا كل متابعين القناه النهارده عندهم فضول يعرفوك اكتر كمان، وباذن الله ان احنا قاعدين مع بعض يومين ثلاثه، وباذن الله نيجي تاني ونقابلك تاني، لان انا فعلا انا حبيتك والله. انسان محترم وانسان يعني مربي واعي، مربي عنده علم. طيب النهارده لو اي حد من متابعي القناه عاوز يتواصل معاك بالنسبه لشراء عجول او شراء عجول للتربيه او للحم، يقدر يتواصل معاك؟ طب نقول له التليفون كده 010-654-77-404. طيب كده يقدر يتواصل معاك. طبعا انت هتواصل تواصل شخصي والاتفاق الاسعار شخصي، ده ما زي السوق. ما طبعا الاسعار زي السوق، بس هنا انا عاوز اقول لكم هنا يعني انا شخصيا شايف الحاجه هنا نظيفه جدا، المعامله نظيفه زي ما تشوف، حتى الميه اللي نازله بسم الله ما شاء الله حاجه نظيفه، العلف ممتاز. ميه وبشكرك. وده طبعا كان جزء من الفيديوهات بتاعتنا الخاصه بينا في المزارع، وباذن الله هروح مزرعه باذن الله تانية وهنشوفه حاجة تانية. فتابعوا القناة ودايما ما تنسوش من الله يكون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.